السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. أيمن الشواتفي معاكم في الحلقة رقم 11 من سلسلة شرح CCNA Service Provider، الجزء الثاني SPNGN 2، السلسلة اللي بنتابعها على جروب All Cisco Labs وعلى Channel Network Set، وكذلك تقدروا تتابعوها على Configure Blog البيج والجروب والشانل على اليوتيوب. معلش النهاردة سامحوني، ربما انا عارف ان في صوت كده سخيف في الخلفية، بس اصل انا يعني نازل ضيف في مكان كده هو شبه الاوتيل يعني، والمروحة فيه لازم تحسسك بوجودها يعني، واذا قفلت المروحة هيبقى حالتي صعبة جدا يعني، فربما البتاع النويز اللي ورا ديت شوية تكون مزعجة، بس لازم تسامحوني عليها يعني، مفيش حل. عاوز النهاردة إن شاء الله هنتكلم على موضوع جديد، أنا متأكد على 99% أو 90% على الأقل من الناس اللي متابعيننا. النهاردة بنتكلم عن الـ ISIS، ده Routing Protocol ما بيندرسش خالص في تراك الـ Routing and Switching، لا في الـ NA ولا في الـ NP. I'm not sure about الـ IE، إن الـ IE اللي أنا بشتغل عليها حاليا هي IE Service Provider، فأنا not sure about الـ IE Routing and Switching، لكن على الأقل في الـ NA والـ NP Routing and Switching مش هتقابل الـ ISIS، لأنه في الحقيقة بروتوكول نادر الوجود في شبكات الـ Enterprises. هو موجود حقيقي في شبكات الـ Service Providers، لكن في شبكات الكاستمرز ده من الصعب جدا ان انت تلاقيه موجود، وده ببساطة لسبب بسيط جدا، مش لانه بروتوكول وحش خالص، بالعكس هو بروتوكول لذيذ وجميل وهنتعرف عليه هنلاقيه ظريف ما فيهوش حاجة، لكن ببساطة السبب هو ان الناس النوليدج عند الناس في البروتوكول دوت مش منتشرة زي الـ OSPF على سبيل المثال، فالناس بتستسهل اللي هي تعرف، وده الحقيقة يعني أحد طرق الماركتينج اللي سيسكو بتستخدمها، إنها بتصرف كتير على الكورسز بتاعتها. ما تتخيلش إن الكورسز دي سهل البرودكشن بتاعها، سهل إن يكون في كورسز وسيستم وكورس منهج بيتغير وناس قاعدة بتظبط المناهج طول الوقت، ده بياخد مجهود وبياخد فلوس، بس هي بتكسب من ورا دوت ان النوليدج بتاعت سيسكو عند كل الناس، فبالتالي كتير من العملاء بتوعها بيفضلوا يشتروا سيسكو حتى لو الديفايس اغلى شوية، لكن هيلاقي انجينير بيعرف يستخدم سيسكو، بخلاف لو اشترى راوتر جينيبر مش بسهولة هيلاقي انجينير بيقدر يستخدمه، او لو اشترى راوتر الكاتل لوسنت مش بسهولة هيلاقي انجينير بيقدر يستخدمه حتى ولو كانت الديفايسز التانية افضل او اسعارها افضل. طيب بروتوكول الـ ISIS، اولا كده هو لينك ستيت بروتوكول، فزي ما اتفقنا كل اللي اتقال في اللينك ستيت الحلقة الاولى، الحلقة اللي قبل اللي فاتت اللي كنا بنتكلم فيها عن اللينك ستيت، فكل اللي اتقال في اللينك ستيت بينطبق علينا هنا. على سبيل المثال انه بيران حاجة اسمها ديشكسترا SPF algorithm، اتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده، وبيستخدم الهالو عشان يعمل adjacencies، علاقة جيرة مع جيرانه، and LSPs to exchange، يبقى هو بيستخدم الهالو عشان يبني علاقات الجيرة، وبيستخدم LSP link state باكت عشان يكس تشينج اللينك ستيت انفورميشن. ربما كانت في الاو اس بي اف في المعتاد بتتسمى ال اس اي، لينك ستيت ادفيرتايزمنت، يمكن هنا الراجل حب الاي اس اي اس يكون له مصطلح شويه خاص بيه فتسمت لينك ستيت باكت. افشنس يوز اوف باندويث ميموري اند ذا بروسيسور، ده مش خاص بال لا الحقيقة حتى في النقطة ديت في حاجة خاصة بالـ ISIS مختلفة شوية عن الـ OSPF، في نقطة efficient use of bandwidth, memory and processor.
ويمكن زي ما قلت لك من شويه، الاي اس اي اس مش اقل من الاو اس بي اف خالص، بل يمكن يكون احسن من الاو اس بي اف في بعض الحاجات، احسن من الاو اس بي اف في بعض الحاجات، منها الحته دي، حته انه efficient اكتر في الباندويث الميموري اند البروسيسنج. يعني ازاي بقى يا سيدي؟ خليني هقول لك على حاجه. في الاو اس بي اف كل ما كان الراوتر بيستقبل ال اس اي جديده، لسه اول مره بيستقبلها، ده معناه انه محتاج يرن الاس بي اف او الديجكسترا الجوريزم مره تانية عشان يقدر يتاكد انه اختياراته كانت مظبوطه، لانه في ابديت جاله. الديجكسترا او الاس بي اف الجوريزم ده حاجه تقيله قوي على قلب الراوتر، بتاخد بروسيسنج عالي وبتهلك ميموري وبتاخد وقت وكلام زي كده. ال ISIS عنده كده ميكانيزم انه مش في كل الحالات هحتاج ان انا ارن الديجكسترا او ال SPF algorithm، في حالات وحالات هعرفك عليها بعد شوية لو جت مناسبتها، لكن هي ديت ال في efficiency فعلا في ال ISIS افضل من ال OSPF. اللينك ستيت الاي اس اي اس، هو بما انه لينك ستيت فهو برضو عنده خاصية الهيراريكال ديزاين، لكن الهيراريكال ديزاين هنا مختلف شوية عن الهيراريكال ديزاين بتاع ال او اس بي اف. خليني ابص كده معاكم. في الاو اس بي اف كنا بنسمع كلمة اريا بس، في الاي اس اي اس هنسمع مصطلحين، هنسمع كلمة اريا وهنسمع كلمة ليفل. طيب ده كلام جميل، يعني ايه اريا ويعني ايه ليفل؟ بص يا سيدي، وذن نفس اولا الاريا نمبرز ما بقاش عليها قيود، ما بقاش لازم يكون في حاجه اسمها باك بون اريا واديها رقم زيرو، انسى الكلام ده. هو لازم يكون في باك بون اريا بس مش لازم يكون رقمها زيرو، فبالتالي رقم زيرو ده انساه. امال الباك بون اريا لازم شرطها ايه؟ هقول لحضرتك على شرطها دلوقتي حالا. انا عندي 3 اريات مديهم اي ارقام 1 2 3، مش هتفرق في حاجة. كويس كويس. النيبرشيب، علاقة النيبرشيب ما بين 2 راوترز انسايد نفس الاريا، علاقة النيبرشيب ما بين 2 راوترز انسايد نفس الاريا، انا عندي 2 اوبشن، اعملها ليفل 1 نيبرشيب او اعملها ليفل 2 نيبرشيب. هتفرق في ايه طيب يا باشا، ليفل 1 ولا ليفل 2؟ هتعرف حالا. يبقى الكلام ده لو ايه، انسايد نفس الاريا، انسايد نفس الاريا انا عندي الاثنين اوبشن. طيب between different areas، لا between different areas انت ما عندكش غير اوبشن واحد، ان العلاقة تبقى علاقة ليفل 2. طيب كده بدأت توضح شوية. يبقى ما بين نفس الاريز وبعضها، ما بين علاقة ما بين راوترين داخل نفس الاريا، براحتك ممكن تعملها ليفل 1 ممكن تسميها ليفل 2، لكن لو عايز تعمل نيبرشيب ما بين 2 different routers في 2 different areas، لا ما عندكش اختيار غير الليفل 2. كده واضح ان الليفل 2 دوت اللي بيكلم الناس اللي بره الاريا، بس برضو يجوز ان انا استخدمه داخل نفس الاريا. طيب السؤال بقى هنا، لو حضرتك هتستخدم هيراريكال ديزاين، بغض النظر انا كاتب هيراريكال صح ولا غلط، وبرضه بغض النظر انا كاتب ديزاين صح ولا غلط، اذا حضرتك عايز تعمل مالتيبل ارياز، لاحظ ان الباك بون اريا اذا انا عندي اتنين اوبشن، انا عندي اتنين اوبشن، بما اني هستخدم مالتيبل ارياز فحتما العلاقه ما بين الراوتر اللي كان في الاريا دي والراوتر اللي في الاريا دي، خد بالك الراوتر كله جوه الاريا، ودي نقطة مختلفة عن الـ OSPF. في الـ OSPF كان بيبقى في راوتر كده واقف في النص، عنده رجل في الاريا دي ورجل في الاريا دي. في الـ ISIS ما عندناش الكلام ده، الراوتر كله
داخل اريا واحدة. فلو حضرتك قررت تستخدم هيراريكال ديزاين، بقى عندك اول حاجة اجباري ايه؟ ان العلاقة هنا تبقى علاقة ليفل 2، تمام؟ دي اول حاجة اجباري. لسه بقى الحاجات الاختياري، inside the area ممكن تبقى 1 او 2، inside the area 1 او 2، inside the area 1 او 2 براحتي. طيب ده كلام جميل. يبقى اول حاجة اجباري بما اني عندي different areas، ان العلاقة ما بين ال 2 routers اللي في different areas علاقة level 2. ايه الفرق ما بين علاقة level 2 و level 1؟ هيتضح الكلام ده، بس تتقل عليا شوية. ماشي. تاني حاجة، يبقى أول restriction عليا، أول قيد عليا، إن ال adjacency برضو بغض النظر عن ال spelling between ال different areas should be level 2. تاني قيد عليا إن ال level 2 domain should be con، هذه الكلمة التي لا أحبها، contiguous، بغض النظر عن السبيلينج برضه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني بما إن أنا عندي ليفل 2 هنا، حتة كده علاقة، حتة كده ليفل 2، وفي حتة هنا تانية ليفل 2، الليفل 2 دومين لازم يوصل ببعضه، ما ينفعش الليفل 2 يبقى معطوه حتتين، فلازم كل الناس اللي في النص هنا تكون بتتكلم ليفل 2. ده معناه إن area 2 ما بقاش اختياري، بقيت مضطر inside area 2 استخدم level 2. لكن لسه بقى عندي الفرصة في area 1 وفي area 3 ان انا اعمل اللي انا عايزه، يا اما استخدم level 1 يا اما استخدم level 2. وضحت شوية؟ هتوضح لما اقول لحضرتك ان الراوتر بياخد صفة. انا بحتاج اوصف الراوتر، بحب يبقى ال 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 الراوتر هنوصفه انه ليفل 1 راوتر او ليفل 2 راوتر، لكن في نوع تالت الحقيقة اسمه ليفل 1 داش 2 راوتر. مين الليفل 1 داش 2 راوتر ده؟ هو الراوتر ده. ليه الراوتر ده ليفل 1 داش 2؟ لان عنده رجل شغالة ليفل 1 ورجل شغالة ليفل 2. انا قلبتهم، اللي طالعه لبره دي هي اللي شغاله ليفل 2، واللي داخله لجوه دي هي شغاله ليفل 1. انا كان عندي اوبشن ان انا اشغل دي ليفل 2 على فكره، بس على فكره لو انت عملت كده خسرت خالص شكل الهيراركي. ليه يا عم؟ هو مش في ارياز اللي بيتحكم اكتر في الهيراركي هو الليفل؟ ليه بقى؟ اقول لحضرتك، بما ان الراوتر ده ليفل 1 داش 2، يبقى احنا كده مجازا يعني بينك وبين نفسك تقدر تعتبره شبه الاي بي ار بتاع الاو اس بي اف، بس في الحقيقه كلمه اي بي ار دي مش موجوده في مصطلح الاي اس اي اس خالص، لكن هو ده الراوتر اللي شبيه بالاي بي ار. بيعمل ايه الراوتر اللي ليفل 1 2 دوت؟ الراوتر ده مش هيذيع داخل الاريا اللي بتشتغل ليفل 1، مش هيذيع جواها اي حاجة من بره، هو منه لنفسه كده اوتوماتيكالي هيكرييت ديفولت روت، النكست هوب بتاعته هو شخصيا، ويذيع الديفولت روت ده للناس اللي جوه النتورك بتاعته. فبالتالي كل الناس اللي جوه ليفل 1 الراوتنج تيبل بتاعها هيبقى صغنن. ليه؟ هي ما تعرفش غير الناس اللي معاها في نفس الاريا، وكل الناس اللي بره اوتوماتيكالي جالها ديفولت روت. مين اللي كاريت الديفولت روت دوت؟ الراوتر اللي صفته ليفل 1 داش 2. وبالتالي كده اكتشفنا ان الراوتر اللي ليفل 1 داش 2 ده بيأدي وظيفة الاي بي ار بتاع الاو اس بي اف. نعيد تاني عشان انا عارف ان الكلام ده لما بتسمع لاول مرة شوية كده بتتاخد، بس هو في الحقيقة كلام سهل. الراجل بيقول لي ان ليفل 1 يوزد within الارياز، خليني ازود عليه معلش، يجوز والله ان ليفل 2 برضو يستخدم within الاريا، ده يجوز.
ماشي. طيب ليفل 2 ما بين الارياز وبعضها، دي صحيحة 100%. ما بين two different areas لازم استخدم ليفل 2. شرط كمان اوعى تنساه ان ليفل 2 لازم يكون contiguous، يعني لازم يكون متواصل. فانا بما اني عملت areas فانا كده بقى اجباري لازم داخل area 2 استخدم ليفل 2. الاختيار بتاع ليفل 1 داخل area 2 ما بقاش متاح، لاني لازم اخلي ليفل 2 contiguous. لازال عندي فرصة داخل area 1 و area 3 استخدم ليفل 1. طيب الراوتر اللي في النص ده، هو الراوتر ده كله داخل نفس ال... هو يعتبر داخل area 3، لكن عنده رجل ليفل 2 ورجل ليفل 1، عشان كده بنسميه ليفل 1 2 راوتر. هيعمل ايه الليفل 1 2 راوتر ده؟ الحاجات اللي هو استقبلها من بره مش هيذيعها جوه ليفل 1، الحاجات اللي استقبلها من ليفل 2 ما بيذيعهاش جوه ليفل 1. امال بيعمل ايه؟ بيذيع ديفولت روت، بيشاور على نفسه، بيقول انا الديفولت جيت واي بتاعكم. وبالتالي الراوتر الانترنال جوه ليفل 1 اريا، الراوتر ده كده يعرف انهي روتس، لو في راوترز تانية معاه في نفس الاريا هيبقى عارف الروتس بتاعتها، وجايله من الليفل 1 2 راوتر جايله ديفولت روت. وضحت كده الاريا ديزاين او الليفل ديزاين بتاع الاي اس اي اس؟ الموضوع مش صعب ولا معقد. طيب تعالوا بقى ندخل على نقطة نظرية تاريخية بحتة سخيفة، ان الـ ISIS ده اساسا الـ Service Providers originally deployed الـ ISIS، لان الـ US Government mandated الـ Internet support of OSI and IP. ايه الهري ده؟ اقول لحضرتك، اول ما الانترنت ظهر على وجه الارض، لو انتوا فاكرين في الحلقات الاولى من الـ SPNGN1 كنت بكلمكم عن الـ OSI موديل. الحقيقة الـ OSI موديل ده ما كانش مجرد موديل، ما كانش مجرد تخيل وهمي لل طريقة عمل شبكات الداتا، لا ده كان في بروتوكول اسمه OSI بروتوكول، او ممكن نسميه مش بروتوكول واحد لكن كان ستاك اوف بروتوكولز، يعني كان كل لاير محدد انهي بروتوكول بيزد على الاو اس اي موديل اللي هيشتغل في هذه اللاير. فعلى سبيل المثال البروتوكول اللي كان مصمم انه يشتغل كاي جي بي، كاي جي بي لي الكونكشن ليس نتورك سيرفيس، دي اسم ال الموديل او اسم نقول جزء من، خليها زي ما هي كده عشان الكلام ده انا عارف تاريخي وسخيف وانا ما بحبوش، زي ما هي كده which is part of the OSI protocol suite. مشكلة بصراحة، لعبكة في الهوية ان احنا بنضطر نستخدم لغات ما احناش very familiar بيها. كنت قاعد مرة مع راجل دكتور جامعي فبيعمل رسالة دكتوراه في الموضوع ده، يعني او حتى دراسات ما بعد الدكتوراه، في ان حتى هو مش عربي على فكرة يعني، بس هو لغته الرسمية الإنجليزي، بس هو معترض إن الدول اللي لغتها الرسمية مش الإنجليزي بتستخدم الإنجليزي في البيزنس. ليه؟ بيعمل ميس أندرستاندينج كتير، ويمكن أكيد حد فيكو كتير حصل معاه حاجة زي كده، يعني إنه بسبب ميل جاي مكتوب فيه كلمة مش واضحة فحد فهم حاجة والراجل اللي بعت الميل يقصد حاجة تانية. ما علينا، احنا مش جايين ندردش. الشاهد اللي انا عاوز اقوله لك ان الاو اس اي بروتوكول لاير، الاو اس اي بروتوكول، البروتوكول بتاع البروتوكول سوت لاير 3 بروتوكول، الاي جي بي بروتوكول، يعني مش الاي جي بي بقى،
ده دوت للادرسنج بروتوكول. ايه ده؟ مش الادرسنج بروتوكول اللي في لاير 3 هو الاي بي؟ لا، ده الاي بي ده حاجه حديثه. الاي بي ده احدث من الاو اس اي موديل. كان في حاجه اقدم من الاو اس اي موديل اسمها الكونكشن ليس نتورك بروتوكول. ده كان ادرسنج سيستم. لذلك الاي اس اي اس از انه معمول اساسا من زمان قوي عشان يبقى اي جي بي راوتنج بروتوكول للسي ال ان اس ادريسز تو ايدنتيفاي الراوترز ويبني الداتابيس. فالاي اس اي اس اول ما اخترع ما كانش فيه اي بي اصلا، كان مخترع كان فيه ان ديفرنت ادريسنج سيستم. دلوقتي الـ ISIS ده زمان، ISIS does not use IP for transport. لا مش زمان، وكمان دلوقتي ان الـ ISIS ما بيعتمدش على الـ IP في الترانسبورت. ده معناه ايه؟ انه حتى حالا الهيدر بتاع الـ ISIS ما بيبقاش فوق الـ IP زي الـ OSPF مثلا. يعني الـ OSPF هيدر بيبقى فيه تحت منه IP هيدر، وفي تحت منه اللاير 2 هيدر. الاي اس اي اس لا، الاي اس اي اس مش كده، الهيدر بتاعه هو دايركت فوق اللاير 2. البي جي بي مثلا لما نتعرف عليه في الحلقات الجايه هتلاقي ان البي جي بي مبني فوق التي سي بي اللي هو مبني على الاي بي ثم اللاير 2 هيدر. الشكل ده من الـ ISIS مخليه انه سهل انه يكاري انفورميشن، سهل انه يكاري انفورميشن تخص different protocol than الـ IP. عشان كده هو لما غيروا لنا في الـ ISIS بقى، الـ ISIS القديم اساسا ما كانش بيفهم خالص IP، قاموا عملوا لنا واحد كده اسمه Integrated ISIS. الانتجريتد اي اس اي اس ده يقدر يكاري اي بي فيرجن 4 واي بي فيرجن 6، بخلاف الاو اس بي اف على سبيل المثال. الاو اس بي اف كان في او اس بي اف فيرجن 2 كان بيشتغل اونلي مع اي بي فيرجن 4، وعشان يعرفوا يشغلوا فيرجن اي بي فيرجن 6 عملوا لنا او اس بي اف فيرجن 3. الحقيقه لما اتعمل الانتجريتد اي اس اي اس ده هم مش لغوا الاي اس اي اس القديم وعملوا لنا اي اس اي اس جديد، لا، ستيل الاي اس اي اس القديم كبروتوكول وك عارف بروجرامينج كسيستم لسه زي ما هو. لكن هو كل القصه انه بقى بيقدر كبايلود، عارف يعني ايه بايلود؟ يعني كحمل كداتا، بدل ما هو كان بيذيع الشبكات اللي بالبروتوكول القديم ده ال CLNS او ال CLNP، لا بقى بيقدر كبايلود يذيع شبكات تخص اي بي فيرجن 4 او اي بي فيرجن 6. فبالتالي اللي اتغير الحاجه اللي الاي اس اي اس بيقدر يشيلها، لكن هيدر الاي اس اي اس ذات نفسه ما اتغيرش. وده معناه ايه؟ ده معناه ان احنا الـ ISIS أساسا الأدرسنج اللي موجود في الهيدر بتاعه هو أدرسنج من الشكل القديم من الـ CLNS. ده معناه إن إحنا مضطرين نتعرف على الأدرس القديم ده اللي هو قبل الـ IP كان شكله عامل إزاي، لأن الـ ISIS ستيل لغاية النهاردة في الهيدر بتاعه هيحتاج إنه يستخدم الأدرس ده. ده الـ CLNS address. شكل الادرس زمان كان حاجة بالشكل ده كده، هو الحقيقة ما كانش له حجم ثابت. الادرس دوت زمان كان ممكن يتحط كادرس لراوتر او حتى لماشين لبي سي، فده الادرس بتاع اي نود زمان. طيب الادرس كان فيه معلومات اكتر من الادرس الحالي. ازاي بقى؟ الاي بي ادرس الحالي على سبيل المثال في الاو اس بي اف كنت بقول ان ده الراوتر اي دي بتاع الراوتر، صح؟
هل في اي حاجه في ال... او حتى يا سيدي ده الانترفيس ادرس بتاع الراوتر بتاع اي ده اي بي موجود على اي انترفيس في الراوتر، هل في اي معلومه جوه الادرس ده بتقول انه راوتر اساسا؟ يعني هو لما تبص حضرتك للادرس او لما يتذاع الادرس ده لواحد بعيد، هل في اي حاجه تشير الى انه راوتر؟ لا مفيش. لكن في الحقيقه عندنا في الادرس الجديد حاجه في الاخر اهيت الزيرو زيرو، دول بيشيروا الى انه الادرس اللي انا شايفه قدام عيني ده ادرس بتاع راوتر. طيب في حاجه في الادرس ده بتشير الى الاريا اللي الراجل ده ينتمي اليها، سواء او اس بي اف اريا او اي اس اي اس اريا؟ لا مفيش. في الادرس القديم كان في حاجه بتشير الى الاريا. الحقيقه دي ميزه على فكره، ده مش عيب، ده ميزه. طيب في اي حاجه في الادرس ده بتشير الى ان هل الادرس ده برايفت ولا بابليك؟ وممكن يكون في تقسيمات اخرى، هل ده بابليك مملوك لانتربرايز كاستمر ولا لبروفايدر؟ لا، في خانة هنا بتشير إلى نوع الأدرس ده، 49 دي معناها إن الأدرس ده برايفت. ده بقى الأدرس ذات نفسه، وده مكتوب بال هيكساديسيمال، فمعنى إنه مكتوب بالهيكساديسيمال إن كل بت من دول أو كل ديجيت من دول تناظر 4 بت، وأنا بتكلم قصادي في كام؟ ده بقى السيستم اي دي، ده بقى الاي بي او الادرس بتاع النود ذات نفسها. دي معلومه بتقول انه راوتر، دي معلومه بتقول الاريا اللي هو ينتمي اليها، ده معلومه بتقول نوعه برايفت ولا بابليك ولا بلا بلا بلا، وده الادرس ذات نفسه. بقول لك ان دوت هيكسا ديسيمال، ده معناها ان كل ديجيت من دول اصلا هي 4 بت، فانا بتكلم قصاد عينيا كده في 12 بت، احنا بنتكلم في 48 بت، يعني كان اكبر من الاي بي فيرجن 4 اللي هو كان 32 بت، والاي بي فيرجن 4 اللي حصل فيه مشاكل فيما بعد واضطروا يغيروه بالاي بي فيرجن 6. فبالتالي خلينا نقول كده نغلس على الناس اللي غيرته، لان في الحقيقه اللي غيرته الدي او دي ديبارتمنت اوف ديفنس، وزاره الدفاع الامريكيه، هي المنتجه لبروتوكول التي سي بي اي بي. ثم بعد كده اصبح مهيمن على كوكب الارض كله. فالادرس ده كان اكبر الحقيقه من الاي بي فيرجن 4 بتاعكم، فكان في احتمال انه يصمد مده اطول، لان 12 بت دول ما تستقلش بيهم في الحقيقه، هما مش اصلا مش 12 بت بس، ده 12 ده دول 2 اس 12 زياده على الرقم القديم اللي هو كان 4 مليار، فانت بتتكلم في 4 مليار مضروبين في 2 اس 12، يعني مضروبين في 4000 مثلا تقريبا. بتتكلم في بدل 4 مليار مش 16 مليار، لا 16 الرقم اللي بعد المليار اللي هو بقى معرفش اسمه ايه، الرقم الاكبر من المليار يعني، تمام. فانا بتكلم ان الرقم كان هيبقى اكبر بكتير من زمان، فبالتالي كان هيتيح لي سكيلابيلتي، وكان هيستمر فتره من الزمن اطول بكتير، وكان ربما ما نحتاجش الاي بي فيرجن 6. ده اللي خلاني اقول لك انه مش معنى ان السيستم ده غير مستخدم دلوقتي ده معناها انه اوحش، لا مش اكيد هو اوحش، لكن لاسباب ما هو غير موجود دلوقتي. طيب بالنسبه لنا احنا بقى في الاي اس اي اس، انا مضطر ان انا ادي كل راوتر بيشتغل بالاي اس اي اس ادرس من الادرس القديم. ايه اللي انا هلعب فيه؟ ده مش هيتغير، ده 49 دائما وابدا، لان انا بتكلم في اي جي بي، يعني في راوت في بروتوكول بيشتغل داخل الاوتونوماس سيستم، وبالتالي مانيش محتاج استخدم اي ريال، فبالتالي قيمه 49 دي عمرك ما هتغيرها، والزيرو زيرو ده عمرك ما هتغيره، لانه بيindicate ان الديفايس ده راوتر مش بي سي. اللي هيتغير ده الاريا، حسب الاريا بتاعت حضرتك، والسيستم اي دي. لاحظ ان الادرس ده ككل كده لازم يكون يونيك في النتورك كلها، ما ينفعش تو راوترز يكون عندهم نفس الادرس توتالي كده كامل. لكن لو عندي راوتر في اريا 1، فانت حاطط اريا 1 بالشكل ده،
واديته مثلا سيستم اي دي بالشكل ده. في راوتر تاني في اريا 2، فبالتالي في الاريا 2 كتبت كده. هل ممكن اديله نفس السيستم اي دي ده؟ ممكن، لان اللي مطلوب انه يكون يونيك مش السيستم اي دي ده بس، مش الحتة ديت هي اللي المطلوب تكون يونيك، الادرس ككل المطلوب انه يكون يونيك. فبالتالي لو الاريا اتغيرت يجوز ان انت مرة تانية تستخدم السيستم اي دي اللي هو الجزء ده، مفيش مشكلة، ده يجوز. طيب ده كلام جميل قوي. الادرس ده احيانا بيتسمى النت ادرس. نت دي كانت اختصارة نتورك انتيتي، حاجة زي كده، نتورك انتيتي، مش عارف التي التانية التي ديت هي التي دي ولا كان في كلمة تالتة، مش متأكد قوي بصراحة. طيب هو الراجل بيقترح عليك، بيقول لك انت ممكن تحط اللوب باك اي بي ادرس encoded into السيستم اي دي، زي ما هو عامل كده، هو حاطط 192.168، مش عارف، رغم ان مفيش اي الزام ليا اعمل كده، لان انا كده كده مضطر اكتب الادرس ده بالكامل للراوتر وانا بعمل الكونفيجريشن. طيب ده كلام جميل قوي. المترك بتاع الاي اس اي اس، زمان كنا عارفين ان المترك بتاع الاو اس بي اف هو الكوست، والكوست ده كان يساوي 10^8 على الباندويث، صح؟ الحقيقة ال ISIS متريك أبسط من كده بكتير، وده مش ميزة، مع يعني في ميزات ال ISIS، لكن فيما يخص المتريك هو ما عندوش ميزة، ما هو مش أحسن من ال OSPF فيما يخص المتريك. المتريك بتاع ال OS ال ISIS هو رقم 10، قيمة ما بتتحسبش، ده قيمة كده باي ديفولت. كل اللينكات بغض النظر عن سرعتها، اللينكاية اللي سرعتها تي 1 يعني ميجا ونص، الكوست بتاعها 10، واللينكاية اللي سرعتها 10 جيجا الكوست بتاعها 10. بس الكوست ده مش إجباري، لأنه لو بقى الكوست ده إجباري ما ينفعش يتغير، ده معناه إن أنا بالظبط زي الرب، ما هو هيبقى الكوست عبارة عن مضاعفات رقم 10، أو المتريك آسف هيبقى عبارة عن أحد مضاعفات رقم 10. 10 معناها 1 هوب، 20 معناها 2 هوب، 30 معناها 3 هوب، وهكذا، صح؟ 40 معناها 4 هوب. ده معناه ان احنا كنا كده بنستخدم الهوب كاونت زينا زي الريب. عشان كده اللي موجود في الاي اس اي اس هو رقم 10، ده الديفولت فاليو، لكن يجوز ان حضرتك تدخل باي كونفيجريشن بايدك وتغير الكوست. على سبيل المثال هنحط جدول كده، نقول احنا المؤسسة بتاعتنا اكبر لينك عندنا الباندوتس بتاعتها 10 جيجا، ما عندناش اكبر من كده بصراحة. خلينا نبقى في السيف سايد، لعلنا يوما ما في المستقبل نجيب 100 جيجا، يمكن، محدش عارف. فالعشرة جيجا دي هنديها مترك 10 الديفولت، لكن اللينكاية 1 جيجا هنكبر المترك بتاعها، بدل ما هو 10 هنخليه 150، 35 مثلا، يعني أي حاجة. ولو عندنا لينكات 100 ميجا هنديها 57 مثلا، لو عندنا لينكات 10 ميجا هنديها مترك 75. هنعمل كده زي كود كده انترنال جوه الانتربرايز بتاعتنا، عشان هنغير الديفولت متريك بدل ما هو 10، لان هو في لو سبناه على حاله دوت هنلاقيه في الاخر بيستخدم الهوب كاونت. طيب ده كلام جميل. بس الحقيقة المتريك، طب انا اقدر اكتب قيمة لغاية كام؟ اقدر اكتب قيمة لغاية كام؟ الديفولت مترك حاجة اسمها نارو ستايل، حجمه صغير، ده الديفولت، حجمه صغير يعني اخرك 6 بت، 6 بت ديت ما تقدرش تكتب فيها اكتر من 63،
ماشي. لكن باي كونفيجريشن ان 6 6 بت دي للمترك بتاع اللينكايه، لكن لما نيجي نكالكوليت المترك بتاع الباث حتى في النارو ستايل هن اكسبت لغايه 10 بت. لكن 63 ده في مترك اللينكايه، و10 بت في مترك الباث ككل، ده رقم صغير. ففي اوبشن ان انا استخدم حاجه اسمها الوايد ستايل، ان انا استخدم 24 بت المترك بتاع الانترفيس و32 بت المترك بتاع الكوست. لو المترك بتاع الانترفيس ب24 ده معناه ان انا يجوز لي اكتب على الانترفيس حاجه كده شبه 4 مليون، يعني رقم ال 24 بت دول اخرهم تقريبا حوالي 4 مليون يعني شويه فكه كده. فانا اقدر اكتب الانترفيس ده المترك بتاعه 1000، الانترفيس ده المترك بتاعه 5000، زي ما انا عاوز. فرضنا عندي لينكايه 1 ميجا في قلب سيرفيس بروفايدر معموله كده از باك دور، فانا عايز اديها مترك زباله يعني، واقوم خابطها 10000 مثلا ولا حاجه. فلو انت عملت انيبل للوايد ستايل، محتاج كوماند عبيط كده عشان تانيبل الوايد ستايل، يبقى انا هقدر احط مترك على الانترفيس، مش هبقى ليميتد بالرقم القديم 63، لا انا هبقى وصلت لغايه 24 بت، يعني بتتكلم في 4 مليار وشويه، في 4 مليون وشويه فك. بالنسبه للباث ككل بقى، لما نقعد نجمع، هو ممكن ده يبقى 4 مليون وده 4 مليون، نيجي نجمعهم على بعض يطلعوا 8 مليون. لو ده بقى التجميعه ديت هي المترك بتاع الباث من الراوتر ده لشبكه اكس على سبيل المثال. التمانية دي مش هينفع تمثيلها في 24 بت، عشان كده هو بيسمح لي ان انا في الباث مترك استخدم حجم اكبر من كده بشويه، زي مثلا 32 بت. But they must be enabled، لازم نينيبل الكلام ده. وهيديني configuration scenario. ادخل على configuration scenario ولا نفصل ونتكلم في حلقة تانية؟ configuration scenario ولا نتكلم في حلقة تانية؟ انا متهيألي ممكن ندخل على configuration scenario، خلينا نشد حيلنا ونخلص يعني، لان الموضوع مش معقد. الكونفيجريشن بتاعه ال اي اس اي اس مش معقده خالص. دي النتورك اللي انا هعمل عليها كونفيجريشن، تمام الكلام. طيب انا ناوي اسمي دي اريا 5، وناوي اسمي دي اريا 7، ناوي اسمي دي اريا 13. بمناسبة رقم 13، تصدقوا مرة راكب طيارة لقيت الكراسي مكتوبة ازاي 1 2 3 4 لغاية 12، والكرسي اللي بعد 12 اسمه 14. معرفش هي شركة الطيران بتحب رقم 13 والله العظيم ده بجد يعني، ولا ده ستاندرد عالمي وانا معرفش مثلا، انه يا جماعة في ناس بتخاف من رقم 13 فمحدش يحطه. والله ربنا يعافينا من الخرافات اللي الإنسان ممكن يقع فيها ببعده عن منهج ربنا. ما علينا، لا أنا هحط إيدي 13، أنا ما بخافش من غير من ربنا، يا رب اجعلنا كذلك يعني. طيب الاريا دي دي تعتبر الباك بون اريا بتاعتي، فعشان كده انا ناوي اشغلها ليفل 2، لان انا اجباري اللينكايه دي هتبقى ليفل 2 صح؟ اجباري. لا انا عندي سيناريو احسن للرسمه. ده الرسمة هتبقى أكثر منطقية وهتوضح لنا حاجات أكتر. تمام.
ده كده جميل قوي. يبقى انا اجباري غصب عني لازم اخلي العلاقه هنا علاقه ليفل 2 عشان ما بين ديفرنت اريا، وكذلك لازم اخلي هنا ليفل 2، واذ ان ليفل 2 لازم يكون كونتيجوس، فانا مضطر اخلي العلاقه دي هي كمان علاقه ليفل 2. لكن انا مش مضطر ابدا جوه الاريا 7 اعمل ليفل 2، انا هعمل هنا ليفل 1 ما عنديش مشكله، ليفل 1، وهعمل هنا ليفل 1 ما عنديش مشكله. بس بما ان الراوتر ده عنده رجل ليفل 1 ورجل ليفل 2، فالراوتر ده يعتبر ايه؟ يعتبر ليفل 1 2 راوتر، صح؟ طيب على فكره الديفولت بتاع كل الراوترز انها ليفل 1 2 الديفولت، يعني انت من غير ما تكتب ولا كلمه الديفولت بتاع الراوتر ان هو ايه؟ ليفل 1 2. لو انت عايزه زي الراوتر ده يبقى ليفل 1 بس، قول له انا عايزك ليفل 1 بس. لو انت عايزه يبقى زي الراوتر ده ليفل 2 بس، قول له انا عايزك ليفل 2 بس. هم دول التو راوترز، راوتر 1 وراوتر 4 اللي انا هحتاج اسيبهم على ليفل 1 2. طب يا باشمهندس انت تعب نفسك ليه؟ ما تسيبهم كلهم ليفل 1 2 وهم يعملوا علاقاتهم مع بعض. يا باشا علاقه الليفل 1 دي نيبر شيب، وعلاقه الليفل 2 دي نيبر شيب تانيه خالص. عارف يعني ايه نيبر تيبش نيبر شيب نيبر تيب؟ شفت الكلام الجميل قوي الواحد لما يبقى يخرب بيت يعني علاقه نيبر شيب مختلفه، بمعنى هالو باكت جديده بتتبعت، بمعنى داتا بيز مختلفه بتتبني، انت واخد بالك؟ فانا ليه اخلي الراوترين يبنوا علاقتين مع بعض؟ ما واحده كفايه. ليه ليفل 1 وليفل 2 في نفس الوقت؟ ما ليفل 1 كفايه او ليفل 2 كفايه. ولو قفلته من ناحيه، لو خليت الراوتر ده ليفل 1 لسه ستيل الانترفيس ده فاكر نفسه 1 2، هيقعد يبعت هالوس بتاعت 1 وهالوس بتاعت 2. طبعا هالوس بتاعت 1 اخونا الناحيه التانيه هيرد عليها، هالوس بتاعت 2 مش هيرد عليها. الراجل ده مش هييأس، هيفضل الى الابد يحاول يشغل ليفل 2. انا مش عايزه يتعب نفسه، انا عاوز العلاقه هنا 1 هنا 1 هنا 2 هنا 2 هنا 2. خلي كل راوتر يشتغل على قد اللي مطلوب منه، ما تتعبش الراوتر معاك ابوس ايدك. تعالى نبدا الكونفيجريشن. كل الكونفيجريشن اللي انا عامله في النتورك ان انا حاطط اي بي ادريسز ما بين اللينكات دي وبعضها، بلس ان كل راوتر انا مديله حاطط عليه لوب باك ادرس. الراوتر اللي رقمه 2 انا حاطط عليه لوب باك ادرس 2222 وهكذا. اللي 1111111 الاي او اس اكس ار حاطط عليه 10.10.10.10. تعالوا نكونفيجر هتلاقي الموضوع سهل وكيوت جدا. تعالوا نبدا براوتر 3 اللي هنا في الجنب ده، ادي راوتر 3. طيب هكونفيجر ازاي الـ ISIS؟ بمنتهى البساطة راوتر ISIS. انا اصلا مش جوه الكونفيجريشن، راوتر ISIS. ده كلام جميل قوي. كل اللي محتاج تكتبه هنا تحت الراوتر ISIS ان انا اديله النت ادرس. نت ادرس بقى اللي هو قلنا 49، ده رقم ثابت دوت رقم الاريا. كنا ناويين نخلي البتاع ده في اريا كام؟ كنا ناويين نخليه في اريا 5، بس انا لازم اكتب اربع ارقام، فمثلا ممكن اكتبها 0005. ثم السيستم ادرس او السيستم اي دي، ثم الصفرين اللي في الاخر اللي بيقولوا ان هو راوتر. شفت الموضوع بسيط ازاي؟ طيب ده كلام جميل قوي. الراوتر ده اتفقنا باي ديفولت ان هو ايه؟ ليفل 1 و2، بس انا الار 3 ده مش عايزه يشتغل غير ليفل 1، فانا اقول له اي اس تايب ليفل 1 انتر. لو شفت الاوبشنز، ادي الاوبشنز بتاعت اي اس تايب ليفل 1 معناها ليفل 1، ليفل 1 2 ده الديفولت، او ليفل 2 بس ليفل 2 لما بتيجي تكتبها بتكتب ليفل 2 داش اونلي، مش لازم حتى تكتب. لو كتبت ليفل داش 2 ودوست انتر هو هيفهم انك تقصد، بس هي في الراجل الديفلوبر لسبب ما قرر يعملها بالشكل ده. طيب انا كده لسه ما فيش اي انترفيسز اشتغلت او اس اي اس اي اس، كده انا بس شغلت الاي اس اي اس على الراوتر ككل. ما فيش اوبشن في الاي او اس العادي ان انا
اختار الانترفيس هنا، مفيش اوبشن كده. في الاي او اس العادي لازم اروح ادخل تحت الانترفيس اللي هو فاست زيرو على واحد واقول له اي بي راوتر اي اس اي اس، تمام. طبعا بما اني عملت الراوتر ككل ليفل 1، فبالتالي دلوقتي الانترفيس ده مش هيحاول انه يبني اي علاقه مع الراوتر الاخر من ليفل 2، لان انا خليت الراوتر كله ليفل 1. وبكده اكون انتهيت من كونفيجريشن ار 3. خلينا نكونفيجر ار 4. انتوا عرفوا ان الموضوع بسيط جدا. كونف تي راوتر اي اس اي اس، اديله النت ادرس، اسف، 49.0005. الراجل ده في نفس الاريا. خلينا اديله مثلا سيستم اي دي بالشكل ده، وبعدين ال 00 اللي بيقولوا انه راوتر. الراوتر ده انا عايزه 1 و 2 في نفس الوقت، فمش هكتب حاجه، مش هغير الديفولت. هدخل بقى على فاست 0 على 0، اقول له اي بي راوتر اي اس اي اس. طيب دلوقتي انترفيس فاست 0 على 0 دوت هيعمل علاقه ليفل 1، لكن الراوتر ككل بيعتبر نفسه ليفل 1 داش 2، انه عنده انترفيسز 1 وعنده انترفيسز 2. يبقى في هالوز باكيت تخص ليفل 1 وتخص ليفل 2 هتخرج من فاست 0 على 0. هو ده المطلوب؟ لا، انا مش عاوز اتعب الراجل ده معايا، انا كل اللي عاوزه يعمله عايزه يشتغل ليفل 1 بس. في كوماند اسمه اي اس اي اس سيركت تايب، انا عايزك السيركت تايب بتاعت الانترفيس ده ليفل 1 بس، متعبش نفسك اكتر من كده. اما بالنسبه للانترفيس الاخر اللي هيعمل علاقه ليفل 2، فانا الاول انيبل الاي اس اي اس عليه، ثم اقول له اي اس اي اس سيركت تايب ليفل 2، وبكده اكون انتهيت من الكونفيجريشن. يفترض دلوقتي يكون عندي علاقه نيبر شيب ما بين راوتر 3 وراوتر 4. اشوف علاقه النيبر شيب دي ازاي؟ شو سي ال ان اس. معلش، هو لسه في الاي او اس القديم بيستخدم اسم البروتوكول القديم في الشو، بس الحمد لله ان مش في الكونفيجريشن. الكونفيجريشن بنستخدم اي اس اي اس. في الاي او اس اكس ار الحمد لله عدلوها، وفي الشو بقى عادي تقدر تكتب شو اي اس اي اس. فشو سي ال ان اس مثلا نيبرز، هيقول لي والله انا عندي نيبر اسمه ار 3 واصل عندي على انترفيس فاست 0 على 0. الاس ان بي اي دي اختصار ل سب نتورك بوينت اوف اتاشمنت، من الاخر يعني ده الماك ادرس بتاعه. سيبك من الرغي الاسم البتاع ده، بس لو انت اللينكايه دي ما كانتش لينكايه ايثرنت، لو اللينكايه دي مثلا كانت فريم ريلي، كنت هتلاقي هنا محطوط الدلسي. يبقى من الاخر ده اللاير 2 ادرس. يبقى الاس ام بي اي السمبل نت السب نتورك بوينت اوف اتاشمنت ده اللاير 2 ادرس. لو مثلا هنا كنت بتستخدم تريبل بي، تريبل بي ملوش ادرس، كنت هتلاقي مكتوب تريبل بي، مكتوبه كده تريبل بي. او لو بتستخدم اتش دي ال سي هتلاقي مكتوب اتش دي ال سي. لكن لو اي حاجه ليها ادرس سواء ايثرنت او اي تي ام او فريم ريلي هتلاقي الادرس نفسه هو اللي مكتوب هنا. ده كلام جميل. البروتوكول اي اس اي اس والليفل اللي قايم ليفل 1 والستيت اب، وده كلام زي الفل. تعالوا نروح نكمل الكونفيجريشن بتاعتنا على صدقوا انا نسيت على ار 3 ونسيت كذلك على ار 4 اشغل الاي اس اي اس على اللوب باك عشان اللوب باك يتزاع. ادي ار 3 وادي ار 4. هو مش محتاج احدد للوب باك هو ليفل 1 ولا ليفل 2، هو كده كده مفيش هالوس هتخرج من على اللوب باك ده. ار 5 راوتر اي اس اي اس نت 49، الاريا 13، والادرس بتاعه هو السيستم اي دي بتاعه هو مثلا معلش الزيرو اللي في الاخر ده عمل مشاكل. الراوتر ده ديفولت 1 2 بس انا عايزه 2 بس. بعد كده انترفيس فاست 0 على 0 اي بي راوتر اي اس اي اس
انترفيس فاست 0 على 1 اي بي راوتر اي اس اي اس، انترفيس لوب باك 0 اي بي راوتر اي اس اي اس. شفتوا الموضوع ولا شكت الدبوس؟ راوتر 2 راوتر اي اس اي اس نت 49.0013، ده الاريا، وبعدين الراوتر شخصيا اهوت، وبعدين اشارة الى انه راوتر، وبعدين خليه ليفل 2 بس عشان ما يحاولش يعمل ليفل 1. بعدين نروح على الانترفيسز، قول لها اي بي راوتر اي اس اي اس، ده كلام جميل. اديني بقى R1، R1 R1 ده هيبقى ليفل 1 بلس ليفل 2 في نفس الوقت. راوتر اي اس اي اس النت بتاعه 49 دوت الاريا، كنا مختارين اريا 7 انا ما اظن، وبعدين الادرس بتاعه هو شخصيا، وبعدين الان سيلكتور، الخانة الاخيرة اللي بتقول ان راوتر ده بتتسمى ان سيلكتور، طيب نتورك سيلكتور يعني. وبعدين هو ليفل 1 2 باي ديفولت، وهو ده اللي انا عايزه، بس انا عاوز فاست 0 على 0 يبقى ليفل 2 بس، عشان كده هقول له اي اس اي اس سيركت تايب ليفل 2 بس. اما بالنسبه لفاست 0 على 1 انا هشغل عليه الاي اس اي اس، لكن هقول له انت اي اس اي اس انت سيركت تايب يعني انت ليفل 1 بس. مش انسى اشغل الاي اس اي اس على اللوب باك. فاضل معانا الاي او اس اكس ار اللي هو هيبقى مختلف قليلا، مش مختلف قوي يعني، مختلف قليلا. طبعا انا عارف ان اللوجيك اكتر ان انا كنت اخلي الاي او اس اكس ار جوه الكور اللي هو جوه ليفل 2 نتورك، بس في ريستريكشنز للاسف في السيميوليتور منعتني يعني، مش بمزاجي، كان في حاجات في السيميوليتور ما اشتغلتش لما حطيت الاي او اس اكس ار الناحيه التانية. راوتر اي اس اي اس، بس هنا انا لازم اديله نيم، حاجه كده زي البروسيس اي دي بتاعه الاو اس بي اف، لكن هنا بتتكتب نيم، فخلينا نسميها مثلا اس بي ان جي ان 2. ماشي، لازم استخدم نيم. بعد كده اقول النت ادرس بتاعك انت 49، انت في اريا 7، والادرس بتاعك انت شخصيا السيستم اي دي بتاعك كده، وانت راوتر. طب ده كلام جميل قوي. الانترفيسز بقى بتتكتب تحت الراوتر اي اس اي اس، مش بروح تحت الانترفيس اقول له شغل اي اس اي اس، لا ده انا تحت الاي اس اي اس كراوتنج بروتوكول بختار الانترفيسز. بس قبل ما اختار الانترفيسز انا عايزهم اصلا كلهم يشتغلوا ليفل 1، الراوتر ده مش عايزه يشتغل ليفل 2 خالص. وبعد كده اشغل الانترفيسز زي انترفيس جيجا 0 على 0 على 0 على 0. كده مش كفاية، انا لازم اقول له انت هتشتغل اي بي فيرجن 4 ولا اي بي فيرجن 6. بتتقال ازاي دي؟ تحت الانترفيس اللي هو تحت الراوتر اي اس اي اس بقول ادرس فاميلي اي بي فيرجن 4. كده اكون شغلت على الانترفيس اللي اسمه جيجا 0 على 0، اشغل كمان على اللوب باك ادرس فاميلي اي بي فيرجن 4، واعمل كوميت للكونفيجريشن عشان تتسيف. وبكده انا اكون خلصت كونفيجريشن الاي اس اي اس. تعالوا بقى نعمل فيريفيكيشن، تعالوا نشوف كده شكل الراوتنج تيبلز بتاع الناس عامل ازاي. تعالوا مثلا نفتح الراوتنج تيبل بتاع R1، شوف R1 استقبل ايه، او
نكبر شوية عشان تبقى الشاشة قدامنا كده مرتاحة. شو اي بي راوت. تمام. R1 استقبل كL1 اللوب باك بتاع الاي او اس اكس ار اللي هو 4 10، واستقبل كL2 كل حاجة تانية جاية من ناحية من بره لان هو بيشتغل L2، فاستقبل كL2 الحاجات اللي هنا والحاجات اللي كانت في L1 ودخلت L2. ما هو اللي في L1 ينفع يدخل L2، لكن اللي في L2 ما يدخلش L1. فبالتالي R4 مثلا اللوب باك بتاعه اهو اتعلمه كL2 لانه دخل من L1 للباك بون اللي هو L2، والراجل R1 ده بيشتغل L2 مع ده، فبالتالي هيستقبل كل حاجة L2. لكن تفتكر R1 هيزيع الكلام ده اللي هو 2 2 2 و5 5 5 و4 4 4 و3 3 ده هيزيعه للاي اس اكس ار؟ لا، هيزيع له بس اللوب باك بتاعه هو لانه بيشتغل معاه ليفل 1 وهو معاه في نفس الاريا، وهيزيع له ديفولت روت يخرجوا على كل الدنيا. شوف الراوتينج تيبل، دو شو اي بي في 4، دو شو اي ثينك دو شو راوت اي بي في 4. الاقي انه شايف استقبلت منه ايه، استقبلت منه ديفولت روت واستقبلت منه L1 بس اللوب باك بتاعه هو شخصيا. ده الراوتر الاي او اس اكس ار، ده الراوتنج تيبل بتاع الاي او اس اكس ار. دي الحاجات اللي طبعا رمز الاي ده بيدل على الاي اس اي اس، وهنا مكتوب اذا كانت الحاجه دي انت استقبلتها ليفل 1 ولا ليفل 2. بس كده، وبكده نكون خلصنا الاي اس اي اس. ما عادش فاضل غير حاجه عبيطه قوي في البرزنتيشن، حاجتين الحقيقه والحاجتين اعبط من بعض، هو دوت الكلام المهم. يعني بيكلمني عن اللود بالانس وبيكلمني عن الاوثنتيكيشن. اللود بالانس ده حاجة عبيطة. تعالوا مثلا، هي اللينكية النتورك دي اصلا فيها اي حاجة ينفع يتعمل عليها لود بالانس؟ انا شايف انه ما فيهاش. لكن لو عايزين نعمل لود بالانس في النتورك دي مثلا، نحاول ان احنا نزود لينكاية مثلا. مش عارف هينفع نزود والراوتر بيرن ولا هيقول لي لازم توقف الراوتر. You have to restart this router. هو فعلا عمل restart ولا بيهوشني بس؟ لا، مش اصلا ما ضافوش، فده معناه ان انا كان لازم اوقف الراوتر. برضو دي مش مشكلة، اروح على راوتر R4 اقول له copy run start واقول له stop واقول له انا عاوز انترفيس زيادة. اوكي، واقول له رن مرة تانية، وخليني اروح على R2 اقول له كوبي رن ستارت واقول له ستوب و ازود في كارت. هقول له رن مرة تاني، والكارت اللي انا زودته دوت هستخدمه في ان انا احط لينكاية هنا كده. طيب تعالوا نفكر في لود بالانس سيناريو. على سبيل المثال اللوب باك بتاع R3 اللي هو 3.3.3.3، بالنسبة ل R2 لما شغل اي اس اي اس على اللينكايه ديت هي كمان هيبقى البيست باث كده بس. ده طريق موجود بس باكب. ليه؟ لان اللينكايه دي الكوست بتاعها 10 وده 10 وده 10 وده 10، فده معناه ان الطريق اللي فوق الكوست بتاعه 20 الطريق ككل، والطريق اللي تحت الكوست بتاعه 30، صح؟ انا معناه ان الطريق اللي فوق هيكون افضل. افرض انا عاوز اتحايل على الكلام ده واخليهم يعملوا لود بالانس، هغير الكوست بتاع اللينكاية دي بدل ما هو 10 اخليه 20،
طب ده كلام جميل قوي. تعالى الاول نشغل اي اس اي اس على اللينكايه ديت من ناحيه ار 2 ومن ناحيه ار 4. ادي ار 4 كونفي تي انترفيس فاست 1 على 0 نو شت داون اي بي ادرس 10.244 بديله اي اي بي ادرس، بعدين هقول له اي بي راوتر اي اس اي اس واي اس اي اس سيركت تايب ليفل 2، واروح على راوتر 2 كونف تي انترفيس فاست 1 على 0 نو شت داون اي بي ادريس 10.242 اي بي راوتر اي اس اي اس، وهو الراوتر ككل اساسا ليفل 2 بس. طيب ده كلام جميل. تعالى بقى اعمل شو اي بي راوت اشوف الشبكة اربع تلاتات انا شايفها بانهي نيكست هوب. اربع تلاتات اهي، النكست هوب بتاعها هو 10.244 اللي هو رايح فين؟ اللي هو رايح على ار 3 على ار 4 من ار 2. انا كده بختار اهو عشان اوصل، استنوني عشان تبقى واضحة بالنسبة لكم، هي دي النكست هوب بتاعتي هي 10.244 اللي هو ده. الشو ده معمول فين؟ معمول هنا، فده معناه ان انا عشان اروح لثلاث تلاتات همشي كده. تمام، هو بيقول لي ان الكوست 30، الكوست 30 هو جاب منين ال 30؟ اعتبر ان ده 10، اعتبر ان ده 10، ووهميا كده ادى اللوب باك 10. طيب الناحية التانية كده بالمنطق دوت هتبقى 40. فانا لو انا عاوز اخلي الراوتر بتاعي ار 2 يستخدم الطريقين دول في نفس الوقت، يعني يعمل لود بالانس، محتاج ان انا العب في المترك بتاع فاست 1 على 0 اخليه 20 عشان يبقى مجموع الطريقين دول هما الاثنين 40. نعمل الكلام ده ازاي؟ طيب البرزنتيشن بتقول لنا ده على الاي او اس اكس ار. طيب هو مش كاتب لك الكوماند هنا بتاع الاي او اس، لكن هو هيبقى فيري سيميلر. تعالى هنروح على راوتر ار 2 اهو، وهندخل على انترفيس فاست 1 على 0 ونقول له اي اس اي اس. كل ده يا عم اختيارات مترك 20. ومرة تانية تعالوا نعمل شو اي بي راوت نشوف راوترنا شايف تلاتة ازاي. الله الله، كلام ممتاز جدا. طيب ده كلام رائع جدا. انا اقدر اعمل لود بالانس لغاية كام لينك؟ يعني افرض انا عندي ما بين الراوترين دول 10 لينكات. بص يا سيدي، باي ديفولت اغلب الراوتنج بروتوكولز الديفولت اللاود عليها انك تعمل لود بالانس على 4، بس اغلبها بيسبورت اكتر من كده. اغلب الراوترات في منها بيسبورت لغايه 16 لينك وفي منها بيسبورت لغايه 32 لينك، بس اساسا لو عندك بالفعل 10 لينكات الكوست بتاعهم زي بعض مش هيحصل اوتوماتيك لود بالانس، لان الديفولت 4. لازم تدخل كده تكتب كوماند عشان تغير الديفولت ده تخليه 16 او 32 حسب، الرقم ده مش ثابت، الماكسيمم قد ايه ده مش ثابت، ده حسب الموديل بتاع الراوتر بتاعي. الكوماند ده بيتكتب فين؟ تحت راوتر اي اس اي اس نفسه. كوماند اسمه ايه؟ اسمه ماكسيمم باث، واعمل علامه استفهام هيقول لي ان الموديل بتاعنا دوت اخره 16. حلو، اقول له مثلا 16 انا عايزك كده. بالطريقه دي انا عملت allow للماكسيمم باث، يعني allow ان يحصل لود بالانس على 16 لينك ان كيس ان الاثنين ليهم نفس، ان كيس ان الاثنين ليهم نفس المتريك.
لكن لو مش ليهم نفس المترك الراوتر بيختار الطريق الأفضل وبينفض للطرق اللي وحشة. آخر حاجة البرزنتيشن بتقولها لنا، ودي برضو حاجة عبيطة وساذجة، ممكن تنفض ازاي اعمل اوثنتيكيشن. الاوثنتيكيشن يعني باسورد تعمل لها كونفيجريشن على الراوترين قبل ما يثقوا في الباكتس اللي جاية من بعضهم، يتشكوا الاول على الباسورد دي. المختلف شوية في الاي اس اي اس ان الكونفيجريشن ده بيتعمل باسورد للهالو وباسورد تانية لل LSP اللي هي Link State Packet. بالنسبة لي أولا في الأي أو إس العادي بتحتاج تكريت حاجة اسمها كي تشين، متهيألي شفنا المصطلح ده قبل كده، سلسلة مفاتيح. سلسلة مفاتيح اسمها سلسلة أي إس أي إس، المفتاح الأولاني جواها الباسورد بتاعته الكي سترينج بتاعته هو ده، ثم بتروح على الانترفيس وتقول له انا عايز استخدم اي اس اي اس اوثنتيكيشن ام دي 5 عشان تعمل انكريبشن ما يبقاش بلين تكست، واستخدم سلسله المفاتيح اللي اسمها اي اس اي اس. الاوثنتيكيشن اللي بيتعمل له كونفيجريشن تحت الانترفيس ده بيوثنتيكيت الهالو باكتس كده، مفيش اوثنتيكيشن لل اس بي لللينك ستيت باكت كده، هيعمل اوثنتيكيشن للهالو باكت. لو عايز اللينك ستيت باكت يحصل لها اوثنتيكيشن هي كمان، ده بقى مش تحت الانترفيس، ده تحت الراوتر اي اس اي اس تحت البروتوكول نفسه. نفس الكوماندين هيكتبوا مره تانيه اوثنتيكيشن مود ام دي 5 واوثنتيكيشن كي تشين وسلسله المفاتيح اسمها اي اس اي اس. في الاي او اس اكس ار مفيش اي كونفيجريشن بيتكتب تحت الانترفيس، لان الانترفيس ذات نفسه بيحصل له انيبل تحت الراوتر اي اس اي اس. طيب الكوماند الاولاني اللي على الروت ده اللي تحت الاي اس اي اس مباشره عشان نوثنتيكيت ال اس بي اللينك ستيت باكت. طيب وبعد كده ده الانترفيس عشان انيبل الاي اس اي اس على الانترفيس ده، لو عاوز تشغل اوثنتيكيشن للهالو باكتس يبقى دي هالو باسورد، هنا دي اسمها ال اس بي باسورد تحت راوتر اي اس اس، دي اسمها هالو باسورد، وهنا يحصل لها هاشنج بالام دي 5 ودي الباسورد ذات نفسها. بس يا سيدي وبكده يكون انتهى الاي اس اي اس. اتمنى الموضوع يكون كان مفيد ليكم. اقروا البرزنتيشن، انا احيانا مثلا بفوت حاجه زي كده لاني حاسس انه من السهل قوي ان انت تقراها لوحدك. شو اي بي انترفيسز ديباج شو بروتوكول ايس، اقصد انت تقدر شو راوت، ده كلام عن الترابل شوتينج. الترابل شوتينج للاسف نادرا ما حد بيعرف يعلمه لحد، الترابل شوتينج انت بتتعلمه بالخبره يعني. لكن اقرا واللي مش يبقى واضح قصادك، او لو في حاجه في الشغل حتى قدرنا نساعدك فيها هنحاول قدر المستطاع، محدش يعرف كل حاجه، ربنا عز وجل وحده اللي يعرف كل حاجه. لكن ذاكر واقرا وحاول واعمل لاب، ولو واجهتك مشكله انا طول الوقت ببص على كونفيجر بلوج في اي وقت، سواء على البيج او الجروب، حط بوست على الجروب وان شاء الله اول ما يكون عندي وقت هدخل اجاوبك ان شاء الله. اتمنى الحلقه تكون كانت مفيده ليكم، واسف شويه على الاطاله بس قلت نخلص الموضوع مره واحده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.